السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، رايحين نديرو تليتلي في الفرن، يعني بطريقة سهلة وسريعة وبلا ما يحتاج انو نفوروه يعني 3 مرات او 4 مرات. راح نعطيكم طريقة سهلة وسريعة ويجي بنين، اهم حاجة راح يجي من اروع ما يكون. هنا تو سواء تقدروا ديروه بالدجاج باللحم، تقدروا ديروه بلا دجاج وبلا لحم، يعني ديروا تليتلي وحده. اول حاجة راح نبداو في المرق على بركة الله. رايحة في طنجرة، رايحة نحط كمية من الزيت مع كمية من السمن او الزبدة اذا توفروا عندنا، اذا ما كانش راه نديروا فقط الزيت. بعد ما تسخن الزيت وذوب الزبدة تاعنا، رايحين نديروا حبة بصل تكون متوسطة الحجم، سواء نسكرفجوها ولا نروحوها بالبرة، يعني تكون لازم مسكرفجة، يعني ما نقطعوهاش رقيق، لازم تكون مسكرفجة ولا مفرومة. بعد ما مع البصل راح نضيف كذلك حبة طماطم مفرومة متوسطة الحجم. هنا بديت مباشرة في الوصفة مباشرة مع المقادير، هكا باش الوقت الفيديو ما يجيش طويل بزاف، يعني نحضروا الوصفة في نفس الوقت مع المقادير. راح نضيف كمية من البهارات، عندي كمية من الفواح او راس الحانوت، كمية من الملح، العكري او البابريكا، فلفل اسود، نصف مكعب دجاج اختياري مع القليل من الحار اختياري كذلك. راح نخلط كل المكونات هذه مع بعض. راح نضيف ملعقه صغيره من الطماطم المصبره، هنا كميه الطماطم تبقى لكم على حساب نوعيه الطماطم اللي نتوما تستعملوها. راح انا هنا بالنسبه ليا كنت درته باجنحه الدجاج، ولكن نتوما تقدروا ديروه باي مرسو يكون متوفر عندكم، واذا ماشي متوفر يعني ديروا تليتلي فقط بهذه الطريقه، راح يجيكم بنين، يعني انا ساعات نطيبه بدون لحم او دجاج ويجي بنين كذلك. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. رايحين نخليو الدجاج تاعنا يعني يتقلى مليح مع البهارات. بعد ما يتقلى رايحين واللي ياخذ نكهه البهارات، رايحين نضيفوا الخضروات اللي حبيناها واللي كانت متوفره عندنا. بالنسبه ليا انا هنايا درت الجزر مع كميه من الحميصه، الحميصه تاعي راهي طايبه نص طياب، على بها درتها في هذه المرحله. لو كانت تكون الحميصه تاعكم ماشي طايبه ارميوها في الاول مع الدجاج. ورايحين نمرقوا مباشرة، هنا كي نجيو نمرقوا فقط نمرقوا بكمية زيادة شوية ونمرقوا مرة واحدة، سواء بالماء الساخن أو مرق الدجاج. بالنسبة لي مرقت بمرق الدجاج، وانتم على حساب متوفر عندكم، المهم أهم حاجة يكون ساخن. من جهة أخرى راح نخليو الدجاج تاعنا يطيب، وراح نبداو في التليتلي تاعنا. رايحين نجيبو مقلاة ولا طنجرة، رايحين نحطو فيها كمية من الزبدة ونحاولو نحمصو التليتلي تاعنا حتى ياخذ اللون الذهبي فقط. هنا كما راكم تشوفوا ياخذ لون ذهبي فقط، ما نخليهوش حتى يحمر ويبدا يكحل. هنا من جهه اخرى كما راكم تشوفوا رايحين نهزوا كميه من المرق اللي درناه بعد ما طابت اجنحه الدجاج، يعني كما راكم تشوفوا الدجاج ما يطولش وهو يطيب. رايحين ناخذوا كميه من مرق الدجاج، على بها قلت لكم لازم تكثروا شويه المرق هكا باش تشمخوا به التليتلي تاعكم، وهو في المقلات على نار اقل من الهادئه، يعني النار تكون قليله فقط، نشمخوا التليتلي تاعنا بالمرق هكا راح يجينا بنين وراح ياخذ اللون الاحمر. شوفوا يعني كميه المرق اللي درت، هذه هي الكميه فقط اللي راح نستعملوها. راح نقصوا النار ونخليو التليتلي تاعنا حتى يشرب كل كميه المرق ويبرد، يعني بعد ما نشوفوه يشرب كل كميه المرق راح نطفيو عليه ونخليوه يبرد. هنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا يعني بعد ما برد هنا ما راحش يحتاج انه تعاودوا تشمخوه مره ثانيه، هكا مباشره رايحين نعاودوا نفوروه بهذه التشماخ، يعني اللي شمخناه المره الاولى رايحين مباشره رايحين نعاودوا نفوروه تفويره واحده فقط. يعني كما راكم تشوفوا ما يتعجن، ما يلصق في بعضه، راح يجيكم على حبه. هنا بعد ما برد مباشره رايحين نفوروه، الماء تاعنا اكيد يكون سخون، ونخليه يفور مرة واحدة فقط. هنا بعد ما فار كيما راكم تشوفوا راح نضيف له ملعقة صغيرة من الطماطم، ملعقة صغيرة عفوا من الزبدة، يعني كيما تعرفوا انه التليتلي يحب لي دام، على بها زدت درت ملعقة صغيرة من الزبدة. راح يجيكم بنين ومن انواع ما يكون. كما راكم تشوفوا كميه الملح، انا ما درتش كميه الملح لانه المرق ديجا فيه كان فيه الملح، وانتم على حساب ذوقوا وشوفوا. انا كما راكم تشوفوا المرق تاعنا يعني بعد ما طاب صفينا من الدجاج، والمرق تاعنا لازم يكون عاقد.
هنا راح نصفيو هذيك الحميصه مع الجزر. هنا تقدروا تضيفوا البازيلا واللي هي الجلبانه على حسب نتوما واش تحبوا، والخضروات اللي حبيتوا تضيفوها تقدروا تضيفوها. هنا راح نصفيو الحميصه والجزر اللي درناها هكذا باش ما نحطوهاش فقط من فوق، يعني تجينا حتى في الداخل يعني مع التليت اللي كنديروها في الفرن تجينا يعني كاين الحميصه والجزر. راح نضيف هنا ملعقه صغيره من الاعشاب العطريه. هنا اذا توفرت عندكم الاعشاب العطريه تقدروا تضيفوها، اذا ما توفرش تقدروا تستغنوا عليها، ولا تضيفوا رشه من الزعتر كذلك راح تعطيها مذاق ولا اروع. هنا عندي الصينيه اللي تدخل للفرن مباشره رايحين نديروها فيها. هنا كنا خلينا كميه قليله فقط من الجزر والحميصه راح نزينوا بها من فوق. من جهه اخرى رايحين نجيبوا سواء هنا الدجاج تاعكم تمسحوه بالزبده وتضيفوه معاه، سواء تحمروه في المقلاه، انا راح نحمره في المقلاه. هنا جبت ورق الزبده كنت شمخته وراح ندخلو مباشره للفرن 170 درجه هكا حتى يزيد يشرب مليح كميه المرق اللي ضفناها ويكون واجد وجاهز معانا ويكمل يطيب. كما راكم تشوفوا هذا هو شكل الكليتلي تاعنا اللي نهار اليوم من اروع ما يكون. جربوا هذه الوصفه راح يجيكم بنين ما شاء الله ورايحين تنجحوا فيها. واذا حبيتوا اي وصفه من الوصفات اكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه، ونتلقاو في وصفات اخرى ان شاء الله والى الملتقى.